قبل اليوم عندنا سيناريو بغينا نستغلوا الظروف اللي قدوز بها الرجاء يعني تراكم المقابلات اللي عندهم فانا فولو بريسي تريو بالطبع انا بريسي تريو كان نورمالمون الشوط الاول يكمل بثلاثة لصفر باش ندخلوا ديزيام ميتون عارفين بالله البلومب بلي كان عند الرجاء هو يدخل اللاعبين اللي ممتازين بالطبع اللي كان مخليهم الدربي مع الاسف كنا 0-0 ونرى تبوكو مالغري سا شفنا لي شونجمون ما داروش مازال دونك انا اونكور بريسي اي سجلنا الهدف الاول انا اسي نزيدو باش نكونوا شويه اريحيه انا غاتي اونكور مع العلم ان ميكا ما كاينش با مال دو جوور لا لي كامل لعبناه سون افون سونتر 110 118 دونك اون سادابت مع لي كاليتي اللي عندنا ابخي شونجمون عرفنا بالله البالون فايت خوسول اي لا ماشين فاس ديكلونشي تاع الرجاء انا فولي اونكور لسي كاريسا في لي اسباس لان عارفين بالله غادي يجيو عندنا ولكن غنخرجوا على لي اسباس مع الاسف مو كده فريش على لا فان اي لا ديغنيغ سكوند لي غروند ايكيب سي ريفي تو لطون سيناريو تاع بركان لا سيمين باسي وسيناريو تاعنا اليوم مع الاسف اليوم كنا قررنا زعما جايين معولين كما يقولوا باش نفوزوا بثلاثه نقاط كرة قدم هي هادية وندو اكسبتي لصور ديالنا سمية والله العظيم من سنة المقابلة أول تفكير قلتها للستاف ديالي قلت لهم كوكر الجمهور كون انتصرنا بدون نقاش علاش الجمهور بالطبع عنده دور كبير وتأسفنا كثير لأن الجمهور ما كانش وبارمي لي شوز كي نو فون مال هذو هما الحوايج اللي كي شوية ضعفونا بسيكولوجيكمون صافي فاهمين عاوتاني لفات أننا نلعبوا بلا جمهور متفاهمين ولكن الجمهور ديالنا راه هو السند ديالنا الأول سيرتو في هذه المقابلات الكبيرة ضد الرجاء ضد فرق كبيرة فانا نقول لك كون كان الجمهور هنا كون حنا انتصرنا ونقول لك انتصرنا بحصه يعني مزيانه ماشي زعما بان زيرو ولا شي حاجه مع الاسف كاين واحد التجاوب سيكولوجي ما بين الجمهور واللاعبين داخل يعني رقعه يعني داخل الملعب لو جوغ لا اونفي ديتر ابلودي لا اونفي دو كوبي لا الناس القرا اللي كانوا بقى يقولوا كاريزه الى ملتيبلي لي زافور الوغ كون كان الجمهور تقريبا فيه واحد 8000 واحد ويسكوند مع اليوم كنا في نهارنا يعني درنا مقابله جيده كان ما حرمناش الجمهور يتفرج فينا كره القدم هذه دمج انس عزيز اليوم شفنا مباراه جيده بان بدون استثناء الاغلبيه ديال اللاعبين كانوا في المستوى الكره ولكن شفنا برمجه بان كتبعد دابا المباريات واش ما كتخاف بان اللاعب ديالك يفقدوا ذاك دابا هاد الانسجام واللياقه البدنيه ما بقاش كنشوفوا الماتش ديال الجيش وديال خليفكا فوق جاي يعني ما كاينش استمراريه ديال المباريات سؤال واجه متفق معك ولكن حتى حنا كجل الفرق اون سادابت على السيركونستانس اللي كيجيو فهمت اللي يهمنا هو يكون حنا لا ريغولاريتي ديالنا حنا كنقولوا لعبنا مقابله كبيره في كادير ما نستاهلوش نخسروا والمقابله ديال الحسيمه كانت جيده كذلك انتصرنا اليوم مقابله كانت جيده اللي يهم هي لا كورب اننا غاديين مع العلم اننا ما لعبنا لالي كامل بدون مهاجمين فهمت لان الريكمون كانوا في واحد الظروف اللي ضيقه يعني وقت ضيق الى رحنا اليوم عندنا 14 نقطه مع فريق البطل هو طنجه ولاعبين 10 ديال المقابلات برا زعما نقولوا الحمد لله زعما ماشي سي احمد بغيت تقول ما كانش بلوس افيكاسيتي متفق معك اوني با افيكاس دوفون شوف الفرص اللي كنخلقوهم وانا قلت وشرت على اننا في مرحله لي ريكروتمون ما لقيناش مهاجمين في المستوى راك تشوف المارشي دابا في المغرب كتفكر تجيب شي لاعب اللي كان يبان هو بالرابح جبناه صافي دونك جوسكا بريزون ني با اونكور اوفيسيال دونك غير بغيت نقول لكم
احنا كنجتهدوا كنحاولوا ما امكن ان ما نغلطوش لي ريكروتمون، لان في المرحله الاولى بيان سور كانوا اخطاء في لي ريكروتمون، ولكن انا اوبتيميزي البوتونسيال ديال كاع لي جوار، داكشي علاش كان الانسجام اليوم. مع العلم كون كان عندنا مهاجمين غير واحد مهاجم مزيان، ولكن اليوم ربما انتصرنا بسهوله، لان اليوم كان يسالي المقابله بكل صراحه 3-0، لان بغينا تعالى نستغلوا الظروف اللي كدوز بها الرجاء مع تراكم المقابلات. كان سيناريو اخر كون كانت الرجاء البيضاء تلعب بالافكتيف ديالها كامل، يكون نوتر بلون نوتر ترافاي نوتر ريفليكسيون. ما حنا اجتهدوا اخي. سي دريس اخر سؤال. الى اي مدرب لعب 10 مقابل خارج الميدان ولعب جوج دوميسيل اون كلاسي جو سيبوز مانيش عارف كلاس من الاخوان صحوا لي ما هو الترتيب في الظروف اللي عندنا وطلعنا وعاد راسنا لقينا راسنا بريمير ديفيزيون بقينا ندورو على اللعابه وما كاينينش لي جوار ديجا فيكسي من قبل ودابا حنا في هذا الاخر والله العظيم الى سي تام ميراكل كل صراحه. الور لا رومارك اللي درتها راه في محلها وي بار مومون يفو غيفليشيغ دي فوا باش دير ان شونجمون. علاش؟ لان لو بلون خدام مي لا فريشيغ ما كايناش سا سا غيان دو فيغ دي شونجمون بوغ ان شونجمون. داكشي علاش تعطلت في لي شونجمون وخليت لو ميم كونتوني تاع المقابله اللي مع الاسف كون عرفت بلا اون فات يافي دي شونجمون فورسي ان جمال حركاس غيرناه بوست بار بوست اي بي سميتو جروتن لا ميم شوز دونك يافي با ان شونجمون تاكتيك. مي كون كنا دخل اللاعبين بلوتو كون عندي قراءه اخرى. هذا هو المشكل. دونك لي بليسور خلاوني تكون القراءه معطله بالنسبه للتايمينغ ديال لي شونجمون. خصكم تفهموني لو كان ما كانش لي بليسور مع يجروت ما وقعش داك الشيء كون دخلت في النيش ما ندخلش سميتو فهمتو. دونك لا اون فيرم ان بو اون فيغي ولاكس اي بي اون اتون سوبي لو جو. مي دوماج اليوم بكل صراحه بغيت واحد 3 بوان. علاش؟ لان اللاعبين كانوا محتاجين شويه ديال انفراج بسيكولوجي. الضغط غي زايد. حنا محتاجين الجمهور ديالنا ان شاء الله باذن الله لا ميسيون اللي عندهم المره الجايه يجيو يشجعوا الفريق ديالهم من الدقه الاولى حتى الدقه الاخيره ولا خوف على المولوديه.